نيجي لعالم كرة القدم واللاعبين العالميين اللي ظهروا في الأفلام أو كان لهم دور بطولي. ومن أشهر اللاعبين العالميين اللي دخلوا عالم السينما هو الوسيم ديفيد بيكام وظهوره في فيلم كينج آرثر ليجند أوف ذا سورد. ومن الدوري الإنجليزي لعالم مارفل والسينما اللاعب فيني جونز لاعب ليدز شيفيلد يونايتد واللاعب الدولي لمنتخب الويلز. شارك في فيلم إكس مان وشارك في أفلام مرة كثير منهم سناتش وكينجز مان وجون إن 60 سكندز وذا ماجنيفيسنت 7. وأكيد ما ننسى اللاعب الفرنسي إريك كانتونا أسطورة المنتخب الفرنسي وأسطورة مانشستر يونايتد وظهوره في أفلام كثير مثل ذا سلفيشن وسويتش وذا ترافلر، وكان بعضها مرور الكرام وبعضها كان له دور بطولي. ولما نتكلم عن كورة ما ننسى اللاعب البرازيلي نيمار نجم المنتخب البرازيلي ونجم باريس سان جيرمان وظهوره خفيف في فيلم تريبل إكس ريتيرن أوف إكساندر كيج في عام 2017 بطولة فين ديزل وسامويل جاكسون. التاسعة من هاوس أوف ذا دراجون، تعالوا نتكلم عنها شوية. زي ما شفنا في بداية الحلقة وأخيرا ودع الغالي في سيرس وشفنا تخبط المجلس في اختيار الملك الجديد بين إيجون ورينيرا والصدمة كريستون كول ورجع مرة ثانية بفصلاته المفاجأة واللي وضح لنا إنه الآدمي هذا فقد التحكم بنفسه ورح نشوف بقعات كثيرة ليه. وشفنا إيمون زعلان وهو شايف بأنه الحق إنه يكون الملك بحكم إنه ذكي وقوي وسواق تنين محترف. وبرضه شفنا إيجون وقلة ثقته بنفسه وإنه ما يبغى الحكم حتى لما مسكوه قال لي إيموند اتركني واعتقني وما راح تشوف وجهي مره ثانيه. وشفنا الدور الاسطوري للملكه اليسنت وكيف قاعده تتصرف في هذه الضغوطات لوحدها وضد ابوها وضد المعارضين وحبسها لرينيس. واخيرا اللقطه الرهيبه الحفل تنصيب الملك والموسيقى والاجواء والحلقه التاسعه، فعارفين انه راح يصير شيء قوي. وما ننسى هروب رينيس ونزولها في القبو، على طول عرفت انه في تنين جاي في الطريق وبالفعل جات لكن ما سوت شيء، اعطتهم تحذير بس انه الحرب جايه. الشيء الوحيد اللي حسيته ناقص في هذه الحلقه هو ديمون، ما أبغى أحلف لكن والله ديمون ورينيرا ما راح يعدوا الليلة على خير. على العموم جدا استمتعت بالحلقة، تقييم الشخص للحلقة التاسعة من هاوس أوف ذا دراجون هو 9/10. أبغاكم تكتبوا لي رأيكم في هذه الحلقة من أمتع أفلام الحروب وآخر فيلم حربي راح يكون معنا في سلسلة الفيلم الذهبي، وقصته عن جنديين بريطانيين يأدوا مهمة مستحيلة، والمهمة هي إنهم يدخلوا أرض العدو عشان يوصلوا رسالة لقواتهم ويمنعوا توجههم لفخ مميت. طبعا فكرة الفيلم مو بس بهذه القصة، الفيلم انعمل بطريقة وبطابع مميز كفيلم حربي، والمخرج سام مينديز اللي أخرج تحفة سكاي فول وأمريكان بيوتي أخذ هذا الفيلم لليفل مختلف. والفيلم هذا فيه نجوم مرة كثار مثل بنديكت كامبرباتش وأندرو سكوت وريتشارد مادن وكولين فيرث وأخيرا مارك سترونغ. وأخيرا اسم الفيلم 1917 واصداره بسنة 2019. الفيلم ما فيه لقطات ويصلح للمشاهدة العائلية. تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي هو 9/10. أبغاكم تكتبوا لي تحت في الكومنت أفلام ذهبية من عندكم. من أمتع أفلام الحروب وآخر فيلم حربي راح يكون معنا في سلسلة الفيلم الذهبي، وقصته عن جنديين بريطانيين يأدوا مهمة مستحيلة، والمهمة هي إنهم يدخلوا أرض العدو عشان يوصلوا رسالة لقواتهم ويمنعوا توجههم لفخ مميت. طبعا فكرة الفيلم مو بس بهذه القصة، الفيلم انعمل بطريقة وبطابع مميز كفيلم حربي، والمخرج سام مينديز اللي أخرج تحفة سكاي فول وأمريكان بيوتي أخذ هذا الفيلم لليفل مختلف. والفيلم هذا فيه نجوم مرة كثار مثل بنديكت كامبرباتش وأندرو سكوت وريتشارد مادن وكولين فيرث وأخيرا مارك سترونغ. وأخيرا اسم الفيلم 1917 واصداره بسنة 2019. الفيلم ما فيه لقطات ويصلح للمشاهدة العائلية. تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي هو 9/10. أبغاكم تكتبوا لي تحت في الكومنت أفلام ذهبية من عندكم. زعلان أني ما تكلمت عن هذا الفيلم، فيلم فيه كمية مشاعر ويجسد الواقع وقصص الظلم اللي بنسمعها. قصته عن شخص متهم ظلم بأنه ارتكب جريمة هو ما سواها، وبنته تحاول أنها تثبت براءته بكل الطرق. هذا الفيلم يخليك تستشعر وتحس بالحياة والحرية، ومن منظور ثاني يخليك تشوف قساوتها وظلم بعض البشر. ونصيحة مني، حاول تشوف الفيلم لوحدك لأنك راح تبكي غصبا عنك. وأخيرا فيلم السهرة التركي ميريكل إن سيل نمبر 7 أو معجزة في الزنزانة رقم 7 واصداره بسنة 2019، وتقييم الشخص لهذا الفيلم هو 8.5/10. لا تنسوا اللايك والفولو. جمعة وويكند يعني فقرة الأفلام المميزة اللي تنضم لسلسلة الفيلم الذهبي، وقصة فيلمنا اليوم عن حياة الملياردير جوردن بيلفورد وكيف قدر يكون ثروته الهائلة من البورصة وفي عمر صغير. هذا الفيلم اللي تابعته أكثر من 5 مرات وكل مرة أعيده أستمتع أكثر من المرة اللي قبلها، وكل ما أتابعه أخذ من الفيلم رسالة جديدة. لكن كمجمل الفيلم يوريك أنه لكل صعود هبوط والعكس. تحفة من تحف المخرج العملاق مارتن سكورسيزي، من بطولة واحد من أفضل الممثلين عندي وعندك ليوناردو دي كابريو. وأخيرا اسم الفيلم The Wolf of Wall Street واصداره بسنة 2013. الفيلم لعمر 18 سنة وفوق. تقييم الشخص لهذا الفيلم الذهبي
و9 من عشرة. مسلسل الرعب والغموض الجديد The Watcher، هل يستاهل أنك تتابعه أو لا؟ قصته عن عائلة تنتقل لمنزل أحلامهم، وفجأة تجيهم رسائل مشؤومة وتهديدات من الجيران حولهم. قصة المسلسل حقيقية، والمسلسل يتكون من 7 حلقات. تدخل في أول حلقة تلاقي نفسك تبي تكمل الحلقة اللي بعدها ألين توصل للحلقة الرابعة، وهنا يا عزيزي تبدأ تشوف الريتم يطيح وتحس بالملل وتدخل في فوضى ما بعدها فوضى، علما بأنهم كانوا ماشيين في البداية بطريقة مميزة. على العموم ما أطول عليكم، استمتعت وتحمست في البداية لكن انصدمت في النهاية وتحسفت إني تابعته. وفي النهاية تقييم الشخص لمسلسل The Watcher هو 6.5 من عشرة. تابعت فيلم بلاك آدم، بدون ما أحرق عليكم خليني أعطيكم إيجابياته وسلبياته. وأول إيجابية إنه الفيلم ما في أي لحظة مملة، كلها أحداث وحركة وأكشن. طريقة التنويع في الفيلم حلوة، وفي طابع كوميدي ممتع، والكيمستري بين الممثلين جدا رهيب، والمؤثرات البصرية والسينماتوغرافي بيرفكت لأبعد درجة. التويستات المعمولة جدا استمتعت فيها ضمن الأحداث، وفي ناس كثير ما عجبهم. طيب نيجي للسلبيات، والسلبيات ما هي كثيرة لكن القصة كان يبالها شوية حبشتكات عشان تكون أقوى. والحوارات في الفيلم ممتعة لكن ما حسيتها بذيك القوة، وهذا الشيء اللي افتقدته في الفيلم. وأخيرا ما هي سلبية كبيرة لكن الفيلم تحسه مشابه لأفلام ذا روك أكثر من دي سي. خلونا واقعيين، رفعت سقف طموحاتي للفيلم وللأمانة جدا استمتعت. والفيلم عائله لعمر 12 سنة وفوق، وأفضل خيار ليك في السينما الآن. ونصيحة، لا تفوتكم لقطة البوست كريديت سين، شيء ثاني من الآخر. وتقييم الشخص لفيلم بلاك آدم هو 8.5 من عشرة. لا تنسوا اللايك والفولو لكل جديد. بما أنه اليوم خميس فقلت أضبطكم بفيلمين للسهرة. تصنيف الفيلم الأول هو أكشن وخيال علمي، قصته عن بنت يتم إحيائها وتكون نص روبوت ونص إنسان، تبدأ تتعرف على ماضيها وهويتها الحقيقية. الفيلم مرة بطل وراح يعجب الناس اللي يحبوا الحركة والأكشن، واسم الفيلم إليتا باتل أنجل، واصداره بسنة 2019. والفيلم الثاني تصنيفه إثارة ودراما، وقصته أحداثه حقيقية في عام 1966 عن تسريب وثائق سرية للحرب بين فيتنام وأمريكا، فتتعاون الناشرة مع رئيس التحرير عشان يكشفوا هذا السر الخطير. فيلم جدا ممتع، واللي يحبوا السياسة والتاريخ راح يندمجوا بالفيلم على طول. والفيلم يضم نجوم مثل توم هانكس وبوب أودينكيرك. وأخيرا اسم الفيلم الثاني The Post، واصداره بسنة 2016. طبعا الفيلمين يصلحوا للمشاهدة العائلية، تقييم الشخص للفيلمين هو 8 من عشرة. لا تنسوا اللايك والفولو، سلام. خميس ويكند وجاء وقت فيلم السهرة. فيلم السهرة اليوم تصنيفه حرب ودراما. تدور أحداث الفيلم بعد الحرب العالمية الثانية، والقوات الدنماركية تأسر مجموعة من الجنود الألمان ويجبروهم إنهم ينظفوا شاطئ كامل من الألغام المتفجرة بدون مراعاة أي مخاطر. الفيلم مستوحى من قصة حقيقية، وتعيشوا معاه في توتر ومشاعر وتخرجوا منه بعدة رسائل. وأخيرا اسم الفيلم Land of Mine، واصداره بسنة 2015. الفيلم موجود في جميع المواقع بجودة عالية. تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 8 من عشرة، سلام. وأخيرا دخلنا الشهر السادس يونيو. إيش هي أهم الأفلام والمسلسلات اللي راح تنزل في هذا الشهر؟ بتاريخ 2 يونيو راح ينزل فيلم الأكشن Last Seen Alive في جميع صالات السينما، وبتاريخ 3 يونيو راح ينزل الموسم الثالث من مسلسل The Boys على منصة أمازون برايم، وبنفس اليوم بتاريخ 3 يونيو راح ينزل فيلم الأكشن Interception على منصة نتفليكس، وبتاريخ 8 يونيو راح ينزل مسلسل مارفل الجديد مس مارفل وحتلاقوه في جميع المواقع، وبنفس اليوم 8 يونيو راح ينزل فيلم الكوميديا والدراما هاسل على منصة نتفليكس، وبتاريخ 9 يونيو الفيلم المنتظر لهذا الشهر جراسيك وورد دومينيون واللي راح ينزل في جميع صالات السينما، ومسلسل بيكي بلايندرز الموسم السادس واللي راح ينزل على منصة نتفليكس بتاريخ 10 يونيو، وبتاريخ 17 يونيو بينزل فيلم الأكشن سبايدر هيد على منصة نتفليكس، وأخيرا الموسم الثالث من مسلسل ذا أمبريلا أكاديمي واللي راح ينزل بتاريخ 22 يونيو على منصة نتفليكس. احفظوا المقطع لانه مرة راح يفيدكم، لا تنسوا اللايك والفولو، سلام. اكتبوا لي في الكومنتز مين افضل الشخصيات عندكم في هذه المسلسلات. مسلسل بيكي بلايندرز اكثر شخص حبيته في هذا المسلسل هو الفي سولومونز. ذا ووكينج ديد افضل شخصية عندي ديرو. جيم اوف ثرونز جيمي لانستر جون سنو جيمي لانستر جون سنو. مسلسل هاو تو جيت اواي وذ مردر كل الشخصيات تنحب، بس بالنسبة لي افضلهم فرانك ديلفينو. واخيرا مسلسل فايكنجز، والله الخيار جدا صعب. ايفار اليوم راح اتكلم عن فيلم قصته جدا رهيبه وغريبه وجديده، يعني في الكتب والقصص والاساطير ما مرت علينا القصه هذه والفكره هذه. فيلم الاثاره الجديد اولد، خليني اقول لكم قصته على السريع وفين تقدروا تتابعوه. عائله تقضي اجازتها في جزيره، وفي الجزيره هذه تصير ظاهره غريبه، والظاهره الغريبه هذه انه عمرهم يتغير، يعني البزر اللي عمره 6 سنين يصير شايب والعكس، شيء حيخلي المشاهد في حاله صدمه واستغراب. الفيلم انعرض في سينمات دول اوروبا وامريكا، وفي هذا الاسبوع راح ينزل بجوده السينما على المواقع، وبعد شهرين بالضبط. فيلم الاثاره والاكشن من انتاج وتقديم نتفليكس السماء القرمزيه او بلود ريد سكاي.
قصته عن مجموعة إرهابية تختطف طيارة في الليل. داخل الطيارة هذه في واحدة عندها مرض غامض وتكتشف سر مرة خطير عشان تحمي ولدها. طبعا أشهر الممثلين في هذا الفيلم هو دومينيك بورسيل بطل مسلسل بريزون بريك. الفيلم حلو وساعتين تستمتع فيه. يعرض على نتفليكس وباقي المواقع الأخرى. سلام. حابب تتابع أجدد الأفلام وحتى التي تنعرض بالسينما أول بأول بجودة عالية ومترجمة وبدون إعلانات؟ جايب لكم موقع مشابه لنتفليكس وأفضل. صدقني الموقع ده راح يفيدك. لايك وحركة الإكسبلور وليتس جو. موقع باينامس يقدم لك أجدد الأفلام وتقدر تحملها وجودتها توصل إلى 4K. تقدر تدخل الموقع بجميع الأجهزة، جوال، آيباد، لابتوب، أي شيء. عندك تجربة 7 أيام مجانية للموقع وبعدها يبدأ الاشتراك الشهري $3 فقط. لو حابين أشرح لكم على الموقع أكثر اكتبوا لي تحت في الكومنت. اليوم جايب لكم مسلسل من موسم 1 و10 حلقات خفيف وممتع تخلصه في جلسة واحدة. المسلسل بطولة الممثل العملاق براين كرانستون اللي مثل مسلسل بريكنج باد. قصته عن قاضي متمرس باقي له شوية وترقى لفوق. يتورط في قضية كبيرة بسبب ولده اللي صدم واحد وهرب، والشخص اللي صدم ولده من عائلة إجرامية كبيرة. أنا عن نفسي تابعت المسلسل في موقع فاصل إعلاني، تقدروا تتابعوا هناك. وإنجوي، سلام. اليوم راح أتكلم عن مسلسل درامي والكوميدي تيد لاسو وليش لازم تتابعه. طبعاً قصته عن لاعب كرة قدم أمريكية معتزل يسافر للمملكة المتحدة عشان يدرب فريق كرة قدم. استوعبتوا أنتوا؟ هو يفهم كرة قدم أمريكية بس ما له في كرة القدم حقتنا. إيش البقعات اللي ممكن راح تصير؟ المسلسل من موسمين وفيه كمية ضحك مو طبيعية. يعرض في جميع مواقع الإنترنت وأنصحكم تتابعوه. سلام. خميس ويكند وجاء وقت فيلم السهرة. فيلم السهرة اليوم تصنيفه أكشن وإثارة. قصته عن قناص سابق في الجيش الأمريكي متهم باغتيال 5 أشخاص، ويجي ضابط سابق في الجيش مو مقتنع بهذا الشيء ويأخذ التحقيق ألين يكتشف الحقيقة. الفيلم من بطولة الممثل اللامع توم كروز، وأخيرا اسم الفيلم جاك ريتشر، واصدره بسنة 2012 وفي منه جزء ثاني، والجزء الثاني اصدره بسنة 2016، والفيلمين يصلح العمر 13 سنة وفوق، موجودين على منصة نتفليكس. تقييم الشخصي للجزء الأول هو 8/10، تقييم الجزء الثاني هو 7/10. سلام. عالم الأفلام مفتوح للكل والمنافسة فيه قوية بين الممثلين لأخذ لقب الأفضل، لكن المنافسة هذه تغيرت تماما في آخر 30 سنة بدخول المغنيين، لعيبة الكورة، لعيبة السلة وحتى المصارعين، وصار الموضوع ما يقتصر على الممثلين المعروفين. فاليوم حلقتنا بعنوان ممثلين ما هم ممثلين، مين هم؟ خلونا نتعرف عليهم. راح أحاول أتكلم وأذكر جميع الفئات وحنبدأ بالمغنيين. دائما نعرف أن المغنيين لهم صيت عالي وقوي في الإعلام، وأن ظهورهم في الأفلام يزيد من قوة الفيلم إعلاميا. مغني الراب الأمريكي المعروف بوست مالون ومشاركته القوية بالفيلمين سبنسر كونفيدنتال وراث أوف مان مع الممثل جيسون ستيثم. فيلم جديد نزل أمس الأربعاء تصنيفه دراما وكوميدي، واللي قصته عن مستكشف لاعبين كرة السلة حظه مرة سيء، لكن يجي اليوم ويلاقي فيه لاعب متكامل ويحاول بكل الطرق الممكنة أنه ينجح مع هذا اللاعب ويتغلب على حظه السيء. فيلم يوريك التدرج في عقبات الحياة ويعطيك جرعة التفاؤل. حتى لو ما تحب تتابع كرة السلة صدقني راح تنبسط بالفيلم. الفيلم تقريبا يشبه فيلم كريد. واخيرا اسم فيلم السهرة هو هسل او همة في ملاعب كرة السلة، موجود على منصة نتفليكس، وتقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 7.5/10. سلام. جمعة ويكند وجاء وقت الفيلم الذهبي. تصنيف فيلمنا الذهبي اليوم هو حرب واكشن. قصته في الحرب العالمية الثانية عن رقيب واربع جنود ودبابة يتجه في مهمة انتحارية خلف خطوط العدو. فايش ممكن يسووا هذول 5 أشخاص مع جيش كامل؟ هذا انتوا اكتشفوه بنفسكم. الفيلم فيه كوكبة من النجوم واهمهم براد بيت وجون بيرنثل ويستوود لابوف وبينا. واخيرا اسم الفيلم فيوري واصدره بسنة 2014. الفيلم لعمر 18 سنة وفوق. تقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9/10. سلام. اليوم جايب لكم مسلسل خرافي وتوقع قليل منكم اللي تابعوا. تصنيف المسلسل هو فانتزي ودراما، وقصته عن دكتور يشتغل في معمل طبي للاختبارات، وهذا الدكتور عنده سر محير وخطير جدا، وهذا السر الخطير انه عايش لاكثر من 200 سنة ما يكبر ابدا، وبمساعدة شريكة المحققة يحاول يسوي يكتشفوا سبب هذا السر الخطير. المسلسل من بطولة الممثل يوان غروفود ويتكون من موسم 1 و22 حلقة. واخيرا اسم المسلسل Forever واصداره بسنة 2014. المسلسل موجود في جميع المواقع ويصلح لعمر 16 سنة. تقييم الشخصي لهذا المسلسل هو 8/10. سلام. جمعة وويكند وجاء وقت الفيلم الذهبي. فيلمنا اليوم تصنيفه خيال علمي ومغامرة، وقصته عن الكرة الأرضية وأنه ما صارت تصلح للعيش وما حد يقدر يسكن فيها، ويتكلف مزارع وطيار سابق أنه يقود مركبة فضائية مع فريق من الباحثين عشان يدور على كوكب جديد مناسب للبشرية. القصة ما توقف على كده، في تجارب واستكشافات رهيبة ليك انت كمشاهد في هذا الفيلم الخرافي. والفيلم من بطولة ماثيو ماكونهي وآن هاثلوي
من إخراج العبقري كريستوفر نولان، وأخيراً اسم الفيلم انترستيلر واصداره بسنة 2014. الفيلم لعمر 12 سنة وفوق وموجود على منصة نتفليكس، وتقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9.5/10. سلام. أكثر فيلم منتظر في هذا الشهر فيلم الأكشن والإثارة The Gray Man، وقصته عن عميل يكشف أسرار خطيرة عن الوكالة، وتترصد مكافأة على رأس هذا الشخص ويصير مطارد من الكل بسبب زميله السابق من الوكالة نفسها. ليش متحمس لهذا الفيلم؟ لأنه من بطولة كريس إيفنز وراين غوسلينج وأنا دي أرمس، والفيلم من إخراج جو أنثوني روسو اللي أخرجوا فيلم أفينجرز إند جيم وإنفينيتي وور وفيلم إكستراكشن. الفيلم راح ينزل بالسينما بعد 4 أيام بتاريخ 14 يوليو، وراح ينزل على منصة نتفليكس بعده بثمانية أيام بتاريخ 22 يوليو. فخليكم مستعدين وجاهزين. سلام. اليوم جايب لكم فيلمين، والفيلمين هذول نهايتهم صادمة. الفيلم الأول عن زوج وزوجة ينتقلوا لبيت جديد ويزورهم صديق سابق ويجيب لهم هدايا وينشب لهم كل يوم ألين يصير شيء غير متوقع. اسم هذا الفيلم The Gift واصداره بسنة 2015. تقييم الشخص لهذا الفيلم هو 7/10. والفيلم الثاني عن خياط إنجليزي يصنع بدلات غالية وأغلب زبائنه من رجال العصابات، ويصير شيء مفاجئ ويهدد حياة هذا الخياط. واسم هذا الفيلم The Outfit واصداره بسنة 2022. تقييم الشخص لهذا الفيلم هو 7.5/10. طبعا الفيلمين موجودين في جميع المواقع بجودة عالية. سلام. تابعت فيلم The Gray Man وأحس من زمان ما شفت فيلم أكشن بالطريقة هذه. صحيح إنه تحس القصة مكررة، لكن مخرجين الفيلم اللي هم الأخوان روسو اللي أخرجوا فيلم Avengers Endgame وInfinity War أخذوا هذا الفيلم لليفل عالي. طبعا ما ننسى الأداء الأسطوري لأبرز الممثلين واللي هم كريس إيفنز وراين غوسلينج وأنا دي أرمس. هذا الفيلم كأنك تتابع Fast and the Furious وجيمس بوند مع بعض، أكشن وحماس ما تمل أبدا. الفيلم راح ينعرض على نتفليكس بعد 8 أيام بتاريخ 22 يونيو، لكن في السينما التجربة مرة مختلفة مع السماعات المحيطية والشاشة العملاقة. وأخيرا مدة الفيلم 2 ساعة والعمر 15 سنة وفوق. تقييم الشخص لهذا الفيلم هو 8/10. سلام. واحد من أقوى وأفضل المسلسلات في الفترة الحالية مسلسل الدراما The Offer. المسلسل يتكلم عن صناعة أفضل عمل في التاريخ بالنسبة لي فيلم The Godfather. في هذا المسلسل راح تعرف كل التفاصيل والصعوبات اللي واجهت المنتج والطاقم أثناء تصوير هذا العمل الأيقوني. طبعا لازم تكون شايف أول جزء من فيلم The Godfather عشان تستمتع بالمسلسل وتعيش الأجواء. المسلسل من موسم واحد يتكون من 10 حلقات لعمر 18 سنة وفوق، موجود على منصة OSM Plus وباقي المواقع الانترنت. تقييم الشخص لهذا المسلسل هو 9/10. سلام. ملخص لأهم الأخبار السينمائية لهذا الأسبوع. الخبر الأول، بعد نجاح فيلم توب جان مافريك مايلز تيلر في محادثات مع توم كروز لعمل جزء ثالث من توب جان. والخبر الثاني والمحزن، وفاة الممثل توني سيريكو بعمر 79 عام، وهو الممثل المعروف والمشهور بدور هولي جوالتيري من مسلسل The Sopranos. والخبر الثالث والجميل إنه نتفليكس أعلنت عن نسخة حية من ديث نوت ورح يكون مسلسل، ومن إنتاج The Duffer Brothers اللي ابتكروا مسلسل Stranger Things. وأخيرا والخبر المهم، مقابلتي مع تامر حسني نزلت كاملة في البرنامج الأحمر، فروحوا شوفوه وظبطوني. سلام. ودخلنا الشهر 7 يوليو. إيش هي أهم وأقوى الأفلام والمسلسلات اللي راح تنزل في هذا الشهر؟ بتاريخ 1 يوليو نزل البارت الثاني من الموسم الرابع لمسلسل Stranger Things على نتفليكس، وبنفس اليوم نزلت أول حلقة من مسلسل الأكشن الجديد The Terminal List على أمازون برايم. وبتاريخ 7 يوليو بينزل فيلم الأكشن الجديد Hot Seat في جميع صالات السينما. وبنفس اليوم تنزل أول حلقة من مسلسل خيال العلم الجديد Moon Haven جميع مواقع الإنترنت. وفيلم ثور Love and Thunder بينزل بتاريخ 8 يوليو، لكن عندنا ممكن يتأجل ممكن ما ينعرض. بنفس اليوم بينزل مسلسل الدراما The Longest Night على نتفليكس، وبرضه بنفس اليوم بتاريخ 8 يوليو ينزل مسلسل الإثارة Black Bird على منصة أبل تي في. وبتاريخ 11 يوليو رح ينزل البارت الثاني من الموسم السادس لمسلسل Better Call Saul جميع مواقع الإنترنت. وأخيرا أكثر فيلم منتظر فيلم الغموض والإثارة The Gray Man رح ينزل بالسينما بتاريخ 14 يوليو على منصة نتفليكس بتاريخ 22 يوليو. سلام. واحد من أقوى الأفلام الملحمية اللي ممكن تشوفها راح يكون اليوم فيلمنا الذهبي، وقصته باختصار عن حصار مدينة طروادة والحرب اللي استمرت لعشر سنوات بين الإغريق سكان طروادة. الفيلم الملحمي اللي مبني على قصة اختلف المؤرخين عن حقيقتها من عدمها، ولما يكون فيلم ذهبي أكيد بيكون من بطولة نجم كبير ومعروف زي براد بيت. وأخيرا اسم الفيلم تروي واصداره بسنة 2004. الفيلم لعمر 18 سنة وفوق موجود على منصة نتفليكس وباقي المواقع الإنترنت. وتقييم الشخصي لهذا الفيلم الذهبي هو 9/10. سلام.